السلام عليكم. اليوم نعود إلى المشروع الضخم والذي يعتبر أكبر مشروع في ميدان سك الحديدية، وهذا المشروع اللي يربط منطقة واد ليلات بتليمسان إلى حدود مغنية. يعني المشروع هو في حتى إلى حدود بلدية مغنية، لكن الأشغال راهي محصورة ما بين تليمسان وواد ليلات، واللي يعتبر مهم. يعني وعلاش أكبر مشروع؟ لأنه هو خط مزدوج ومكهرب عكس الخطوط اللي راهم حاليا قيد الإنجاز في باقي الوطن. فهذا الخط هذا يعتبر خط مكهرب وبسرعة 220 كيلومتر الساعة، عكس كذلك الخطوط الأخرى اللي هي 170 كيلومتر الساعة. الخط هذا هو أسرع خط في الجزائر، سيلو LGV، يعني التصنيف تاعه هو LGV، هي الخطوط السريعة، مش الخطوط، مش لو تي جي في. كان لو تي جي في وكان لو LGV، هذا LGV اللي أغراند فيتاس و تي جي في تري غراند فيتاس. إذا هذا تاع 220 كيلومتر في الساعة، والخط اللي يعني كل الرواق نتاع الخط هذا تمت الأشغال به. الآن ندخلنا في المرحلة نتاع الإتمام نتاع الكهرباء نتاع هذا الخط، واللي يعتبر مزدوج كله عكس الخطوط الأخرى كما قلنا. إذا هذا الإطار كان فيه يعني زيارة نتاع وزير الأشغال العمومية للمشروع، وكذلك فيه أكبر جسر في سكك الحديدية في إفريقيا، واللي يقع على مدخل مدينة تليمسان فوق واد يسر، واد يعني بنفس التسمية لواد يسر اللي عندنا في برج منايل. إذا هذا هو المشروع الضخم والهام جدا، ويعني بمواصفات التقنية والتكنولوجية اللي سوف توظف في تسيير هذا الجزء الهام، واللي سوف يكون كمثال سيتا بروجي تيب، اللي سوف يعمم هذا المواصفات نتاع الازدواجية وهو الكهرباء وطريقة التسيير نتاع الخط هذا، يعني لا سينياليزاسيون اللي كاينين على الطريق، وكل العملية نتاع لو سيستم سان افال سيستم انتغرال دو جيستيون نتاع الخط هذا، سوف تعمم الى كل الخط هذا من حدود الغربية للوطن الى الحدود الشرقية الى باتجاه حدود تونس. اذا كل هذا الخط سوف يعمم هذه العملية تاع الكهرباء اللي راهي كما قلنا انطلقت في هذا الخط. نخليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.